بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في النوع الثاني من نوعي التوحيد، هو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي. وذكرنا عدة يعني أنواع من أنواع الشرك يقع فيها يعني عامة الناس، وأكثرها من الشرك الأصغر، ولكن يخشى من المداومة يعني عليها أن توصل إلى الشرك الأكبر. فذكرنا يعني من ذلك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها، لبس أي شيء يعني لا يشترط يعني هذه الأشياء، ناس بتعلق خمسة وخميسة يعني فردة جزمة قرن شطة، كل هذا إيه يعتقدون أنه يدفع الحسد أو ينفع أو يضر، كل هذا من الشرك، لأن الضار النافع هو الله يعني عز وجل. ومن الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما، وذكرنا قصة أبي واخد الليثي يعني لما مروا بسدرة، وكانت في غزوة حنين بعد فتح مكة، وكان في 2000 من مسلمة الفتح لم يتعلموا التوحيد بعد، فلما مروا بشجرة عظيمة تنادوا من جنبات الوادي، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالمشركون كان لهم شجرة كبيرة يعلقون عليها الأسلحة أو ينوطون بها الأسلحة ويتبركون بها ويدورون يعني حولها. فبعض حدثاء العهد في الشرك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. من الشرك أيضا الذبح لغير الله، الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، نسك اللي هو الذبح، وإن كان نسك يطلق على العبادة عموما، ولكن لما يقرن بعبادات أخرى يراد به المعنى الخاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل وعلى اسم الله عز وجل. من الشرك النذر لغير الله، اللي بينذر للبدوي أو لأي مخبور أو فالنذر عبادة، والله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فليعصى. فالنذر طاعة يجب عليه الوفاء بها، سواء كان نذر مطلق لله علي كذا فهو يجب على نفسه أشياء ليست واجبة في الأصل، أو أنه يعلق النذر بشيء معين، لو شفى مريضي أو لو رد غائبي أو رح ابني فلله علي كذا، فهذا النوع من النذر مكروه ولكنه يجب الوفاء به أيضا، وهو لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه بيظن أنه لما ينذر هذا النذر الله عز وجل يشفي له مريضه ويرد له غائبه، والله غني عنه وعن عبادته وعن طاعته، ولكن يستخرج به من البخيل،
فهو مكروه ولكن يجب الوفاء يعني به. من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة اللجوء طلبا للحماية، واليذ لجوء طلبا لمنفعة. فإحنا نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أي نحتمي بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة نوع من العبادة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي القرآن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. من الشرك الاستغاثة، والاستغاثة تكون من مكروب، يعني الواحد بيستغيث ما يكون في شدة أو في لصوص يعني يهجمون يعني عليه أو بيغرق مثلا، فالاستغاثة تكون يعني من مكروب، فهي طلب الغوث ولا تكون إلا من مكروب. والدعاء عام من الاستغاثة، الدعاء من المكروب وغير المكروب. قال ابن القيم وأنواع يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. قال الله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله. هل هناك إله يدير الكون ويفرج الكربات ويقضي الحاجات يعني مع الله يعني عز وجل؟ وطبعا الجواب محذوف للعلم به. وقفنا عند من الشرك الاستسقاء بالأنواء. وقال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني جزاء أو شكرهم شكركم لرزق الله عز وجل لكم أنكم تكذبون، تنسبون السقيا إلى غير الله، تقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. قال ابن القيم أي تجعلون حظكم من الرزق الذي به يعني حياتكم التكذيب به يعني القرآن. ومعروف قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر سماء من الليل، سماء يعني مطر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فنسبة نزول المطر إلى غير الله أو إن النجم الفلاني لما يجي في المكان الفلاني بينزل مطر، ودي معروفة عند الناس السواحلية اللي بجوار البحر والبحارة يقولوا في نوت كذا ونوت كذا، فسواء كان يعتقد أن هي السبب التي تنزل مطر أو أن هي عند يعني الكلام نفسه أن ما بيصل إلى كذا بينزل أيضا فضل الله ورحمته، ولكن يعني ظاهر الكلام خطأ، يعني أنه بيقول مطرنا بنوء كذا. سواء كان يعتقد، طبعا لو يعتقد أن النجم هو الذي ينزل مطر فهذا اعتقاد شركي، ولكن أيضا لا يجوز يعني أن ينسب نزول المطر إلى وصول النجم إلى المكان الفلاني وأن كان يعتقد أنه ينزل أيضا بفضل الله ورحمته، لأن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، ومش شرط أن تيجي نوت كذا ينزل مطر، هم حافظين نوات معينة في الشتاء، فمش شرط في شتاء بيجي ما فيش مطر خالص، وفي يعني شتاء بيجي المطر من 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 أول الشتاء لآخر الشتاء. فالأمر بيد الله عز وجل، وهذا من مفاتح الغيب التي يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها إلا الله. مفاتح الغيب خمس ولا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم كل شيء في الأرحام دلوقتي، يمكن يعرفه ذكر أو أنثى مثلا بعد 3-4 شهور، بس ده حاجة من ألاف ملايين الحاجات. هل يعرفون هو شقي أو سعيد؟ هل يعرفون يعني هذا المولود سوف يعني يرزق كذا مثلا، أو سوف يعمل كذا، أو سوف يتزوج فلانة، أو سوف يموت في اليوم الفلاني؟ فالله عز وجل يعلم كل ذلك عن الجنين وهو في بطن أمه، يعلم ما في الأرحام، هل سيكمل هذا الجنين أو سينزل سقطا.
فكنا نعرف حاجة من 100 حاجة أو من 1000 حاجة أو من 100,000 حاجة، مش معنى كده أن خلاص إحنا نعلم ما في الأرحام بالأجهزة السونار والأجهزة الحديثة. فنقول أن نزول مطر أيضا يعني بعلم الله عز وجل، ومما استأثر الله عز وجل بعلمه. يعني إحنا بندي أي علم بيمر بنا يعني ممكن ندي فيه لمحة. يعني في علم التعبير يعني بيقولوا أن واحد من الملوك يعني رأى في المنام ملك الموت فقال له كم بقى من عمري، فأشر له 5، فسأل واحد قال له 5 سنين، واحد قال له 5 شهور، واحد قال له 5 أيام، فسأل معبر يعني عنده علم بالتعبير فقال يقول لك هذا من 5 التي لا يعلمهن إلا الله، متى يموت الإنسان يعني. فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان والقبيلة الفلانية، والطعن في الأنساب، يقول فلان ليس من ابن فلان، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، إنه هو بيعتقد أن النجم الفلاني لما بيطلع بينزل المطر، أو والنياحة لرفع الصوت بالبكاء، والعويل على الميت، وتعديد محاسن الميت، فكل هذا من الجاهلية. فإنه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هذه أشياء ما زالت يعني في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء النجوم، والنياحة. قال في فتح المجيد: فإذا قال قائل طرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، إن النجم نفسه له تأثير في نزول المطر، فهذا شرك وكفر، هو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الرد عن الدين، ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وإما أن يقول يبقى الأول أنه بيعتقد أن النجم له تأثير في نزول المطر، هو اللي بينزل المطر أو له تأثير في نزول المطر، فهذا شرك. وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن ما اعتقد أن المؤثر الله عز وجل وحده، أن الذي ينزل المطر هو الله عز وجل، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك للنجم ولو على طريق المجاز. إن ظاهر الكلام كفر يعني، وإن كان ولا يعتقد إن النجم له تأثير، ولكن يقول مطرنا بنوء كذا أو دي نوء، فأول أشد يعني حرج من الثاني، إن هو يعتقد النجم له تأثير أشد حرجا من أن يعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل يعني وحده، ولكن عند سقوط نجم فلاني أو ظهور نجم يعني فلاني، فهذا في نسبة الفعل إلى غير الله عز وجل أو الفضل إلى غير الله عز وجل. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أدب من الصحابة رضي الله عنهم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، بيعتقد أن ربنا عز وجل هو صاحب الفضل، هو الذي ينزل مطر بإذنه، وهو الذي ينعم على عباده بالنعم، ينسب الفضل إلى الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ذلك كافر به مؤمن بالكوكب، لأنه نسى ربنا عز وجل قال ده نوت مثلا طوبة أو نوت كشمير أو النوات المعروفة عند أهل البحر يعني. فلا يجوز نسبة الفضل لغير الله، فمطرنا بفضل الله ورحمته، حيث القلوب تبقى معلقة بالله عز وجل ترجو الخير من الله عز وجل
ولا يرزق الله جل ويشكر غيره وينسب الفضل لغيره. من الشرك تصديق الكهان بما يقولون، يقول والكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال هو الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف، أو بالنظر في الفنجان أو في القطر أو في الأشياء، يعني كثير الناس يعني استحدثتها يظنون أنهم يمكن أن يعلموا الغيب يعني بهذه الإيه بهذه الأشياء. فطبعا عالم الغيب هو الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. يعني الرسل الله عز وجل يطلعهم على ما يشاء من الغيب، فالرسل لا تعلم الغيب بالإطلاق. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وصلى الله عليه وسلم لما جالوا يعني بعض الكفار وطلبوا ناس يعلموهم الإسلام لعلهم يدخلون في الإسلام، ثم أخفروا يعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم أو أغروا بهم غيرهم، فقتلوا 70 من القراء في بئر معونة. لو كان يعلم الغيب لقال أنتم كفر كذبوا، لم يستجب يعني لهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأيضا قصة أم العلاء الأنصارية لما حديث البخاري تقول ترى لنا في السكنة عثمان بن مضعون من خيار المهاجرين ومتعبديهم وممن شهد بدرا، تقول فمرضنا يعني قمنا بتمريضه أو بعلاجه، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فمع أنه من عباد المهاجرين ومن أول من قبر بالبقيع والنبي صلى الله عليه وسلم سماه السلف الصالح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها أن تشهد له بالجنة. قال وما يدريك أن الله أكرمه، والله أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. فتقول قلت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، فنامت فرأت له عينا تجري، يعني في الرؤيا عين تجري. فقال ذاك عمله، فالعين تجري بالصدق تفسر بالصدق الجارية يعني. وطبعا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فكل أعمال الأمة في حسنات الصحابة رضي الله عنهم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر أنها يعني زعمت أن الله أكرمه، مع أنه من السابقين وممن شهد بدرا، وقال والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل يعني بي ولا بكم. فالاعتقاد أن شخص يعلم الغيب بإطلاق ممكن يخبرك بالمغيبات يعني هذا اعتقاد كفري، لأن العالم هو الله عز وجل. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. فالذي يأتي العراف ويظهره يعني يعلم الغيب فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليس الكفر المخرج من الملة، يعني هو الغالب يكون جاهل يعني أو متأول، ولكن يعني هو غالبا يعذر بالجهل يعني. ولذلك يعني قال الإمام النووي في شرح الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما، معناه ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عليه. مش هنقول له أن أنت تعيد على القول بإعادة الصلوات الفائتة 40 يوما، لا، هي بتسقط الفرض ولكن تقبل يعني قبول إثبات وقبول رضا، ولكنها تقبل مجزئة للفرض. يقول ولابد من هذا التأويل، لأن كما قلت النص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الشرعية الأخرى لا يفهم بمعزل عنها. يقول فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. والحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشرع يطلق الكفر ولا يرد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، يعني زي ما حلف بغير الله فقد كفر، ما خرجش من الملة، ولكن يعني لأن الإنسان بيحلف بعظيم ويحلف بمن يقدر على أن ينتقم منه إن كان كاذبا، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، فهذا يعني كفر أصغر، يعني ليس كفرا يعني أكبر. شرك الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله: وذلك لأن حقيقة اليمين منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كاذب غير مبالين، فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموت والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدق، فهم بيخافوا من هؤلاء المقبورين يعني أكثر من خوفهم من الله عز وجل، أنه بيعتقد أنه له تأثير وأنه يستطيع أن ينتقم يعني منه. فطبعا هذا نوع من الشرك، أن الواحد ما يحلفش بالله عز وجل ويحلف بغير الله، لأنه بكده بيعتقد أن غير الله عز وجل هو الذي يستحق التعظيم أكثر أو هو الذي يستطيع أن ينتقم منه إن كان كاذبا. يقول: وإن كان في ذلك ذهاب ما يحرصون عليه من منفعة يضحون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم. قال في تيسير العزيز الحميد: ما ملخصه أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، قيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يحلف بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله جل يحلف بما شاء. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر الآيات، والضحى والليل إذا سجى، والتين والزيتون وطور سينين، فالله جل يحلف بما شاء من أجل أن يلفت نظرنا إلى خطر المخصوم به. ولكن نحن عبيد ملك لله عز وجل، فإحنا لا نحلف إلا بما يجوز لنا أن نحلف به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما تقصش أفعال العباد على أفعال الله عز وجل، والله عز وجل يحلف بما شاء، يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن المخلوق إذا كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. فقيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فيحلف بما شاء من خلقه، لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب عز وجل وحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهى الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله عز وجل. فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. وقال الذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبأن، رواه مسلم ونحوه من الأحاديث. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، وليس عند أحد منهم وأبيه في هذا الموضع، ورواه أبو داود مختصرا. فأحيانا بيجيبوا الحديث مثلا زي حديث إن الله وتر، إيه إن الله 99 اسم من أحصاها داخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فلهذا القدر الحديث موجود في البخاري ومسلم، ولكن له زيادات سرد سرد الأسماء، هذه مدرجة يعني مش من كلام النبوة يعني، وموجودة في رواية أبو داود مثلا أو الترمذي أو دماجة. فلما يجي واحد يقول إن الحديث ويذكره بطوله وبالزيادة اللي مش موجودة في البخاري ومسلم، قل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، نقول لا، هذا يعني غير صحيح، تقول دون سرد الأسماء مثلا. يعني كما قال العلماء في تخريج الحديث إن الراجح إن هذا السرد مدرج في الخبر، فما هوش في البخاري ولا مسلم. فأيضا هنا يعني كلمة أفلح وأبيه إن صدق، إن كان الحديث يعني في البخاري ومسلم، ولكن ليس عند أحد منهم وأبيه في هذا الموضع، ورواه أبو داود مختصرا.
أما الحديث الثاني أما وأبيك لتنبأن، رواه مسلم. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أما وأبيك لتنبأن أن تصدق، يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى بلغت الحلقوم، يعني عند الحشر عند خروج الروح، قلت لفلان كذا والفلان كذا، وقد كان لفلان أن صاحب المال بينتقل تلقائيا من الميت إلى الورثة، بيفقد ملكيته والحي بيرث الميت، فمجيش طول وهو عايش وفي صحة ما يتصدقش ويساعد خروج الروح يقول لفلان كذا وفلان كذا، هو كده كده المال كله خارج من إيدك، والله عز وجل تصدق على الميت بثلث التركة، أنه هو يعني قبل أن يموت يتبرع بها في أوجه البر ولا وصية لوارث. فده نص الحديث يعني في صحيح مسلم. جواب العلماء عن يعني هذين الحديثين، إن صح الحديث الأول، ذكر العلماء عن ذلك أجوبة. أحد ما قاله ابن عبد البر في قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن رويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق، قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا، وادعى بعضهم التصحيف. يبقى ده أول رد، إن هذه لفظة منكرة، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة، والشاذ مخالفة الثقة للأوثق، فيكون هذه لفظة منكرة، والحديث ورد أفلح والله إن صدق. وادعى بعضهم التصحيف، وقيل إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، إن نفس السلام ما يقصدش القسم بأبيه أفلح وأبيه إن صدق، كان تجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وقيل التأكيد لا للتعظيم، وقيل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. قال مصنف وهذا الجواب هو الحق، أنه كان جائز الأول حلب الأباء والحلب الكعبة، ولكن نسخ يعني ذلك، ويؤيد هذا أن كان مستعملا شائعا حتى النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عبد الخطاب يسير بن يحلف بأبيه، يعني كان عمر بيحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى ده كان أمر جائز، يعني في الأول الحلف بالآباء والحلف بالكعبة، ثم نهي عن ذلك، والإسلام شد كل الذرائع للإين الشرك. وقوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر حلف بغير الله كفر شرك، قالوا ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله، فدي كفارة اللي نسوا وحلف بغير الله أن يجدد إسلامه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال جمهور لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، هو من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره، وكونه من الشرك الأصغر أيضا يحتاج الاستغفار، لأن الشرك الأصغر يقولون أقوى من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنه سمي شركا وإن كان أصغر بالنسبة له، فهو يحتاج يعني إلى توبة ويحتاج أن يجدد يعني إيمانه، والإنسان يحتاج أنه يعني يحضر كل أنواع الشرك. يعني ذكرنا قصة صاحب البطاقة التي توضع في كف لا إله الله وتسعة وتسعون سجل سجلات يعني مليئة بذنوب والخطايا في كفة، فتطيش سجلات وتثقل البطاقة، فقالوا هذا الرجل قام بالتوحيد حق القيام كأنه لم يقع في شرك أصغر ولا أكبر، ووقع في ذنوب دون الشرك من باب الإسراف على النفس، فغفر له بفضل بفضل التوحيد. فلذلك ثانيا ينبغي عليه أن يحذر من كل أنواع الشرك سواء كان أصغر أو أكبر، وبحيث أنه هو ينجو بركة التوحيد. يقول من الشرك الأصغر ما يجري على ألسنة بعضهم كقولهم ما شاء الله وشئت، فالواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها، أتوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، والإنسان يقول كده فاكر أنه هو كده أدى حق الله وحق المخلوق، ولكن هذا يجوز، يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، هذا المخلوق له مشيئة، لا هو فقط مشيئة الخالق
تحصل، ولو خلفت تحصل مشيئة الخالق عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن أتوكل على الله وعليك لا تجوز، ولا يجوز أيضا أتوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل توكل هو تعلق القلب بالله عز وجل في جلب المنافع في المضار، فلا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. فالتوكل على الله وحده، وما لي إلا الله، وأنت يمكن أن يقول ثم، التي تفيد الترتيب التعقيب، ولكن الواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد، نظراء والأمثال التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم عز وجل رب لكم يرزقكم غيره، والأنداد هو المثل والنظير. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: أندادا هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، يبقى حلف بحياتي، حياة الشخص، وتقول لا كلب هذا لأتانا اللصوص. وفي طبعا سوء أدب مع الله جل، كأنه ينسب الفضل كله للكلب، يعني الكلب هو اللي حماه، ما قالش مثلا فضل الله عز وجل علينا ثم وجود هذا الكلب، يعني سبب أسباب الذي نبح في اللصوص حتى يعني هربوا، ولكن يقول لولا كلب هذا لأتانا اللصوص، أو لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الشرك الإيه الأصغر، وإحنا قلنا ينبغي أن ننزل وبنى وألسنتنا على الشرك الأصغر والأكبر. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لتجعل فيه فلانا، كله به شرك، وسنده يعني حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فثم تفيد يعني الترتيب والتراخي. قال في فتح المجيد: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوي بالمعطوف عليه، ويقول ما شاء الله وشئت كأن مشيئته تساوي مشيئة الله عز وجل، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك. قال الله تعالى عن المشركين في الآخرة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة لا محظور، لكونه صار تابعا. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ولو بيعتقد فعلا أن هو مشيئة المخلوق تساوي مشيئة الخالق، أو أن فعلا المخلوق له إيمان أو له يعني تأثير مع الله عز وجل، فهذا يكون شرك أكبر. من الشرك الأصغر الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن العبد عن عمله، فأي عمل يعمله يشرك مع الله عز وجل غيره فالله عز وجل غني عنه. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يقول: واعلم، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فترى رياء محضا، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده الرياء المحض، اللي هو رياء في أصل العبادة، يعني بحيث أنه هو
يعني لو ما فيش حد بصيت له مش هيصلي. وذلك أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر صلاة العشاء، لأن الناس بيخرجوا في ظلمة والمنافق بينشط لنظر الناس، فهو يخشى أنه يجلس في بيته فيتهم بالنفاق فهو يخرج من أجل نظر الناس، وتكون أثقل صلاة على المنافقين. فده الرياء المحض في أصل الإيمان، نفاق الأكبر. يقول: هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وطرة يأتون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. ثم قال: فإن خلط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ الأجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. إنه هو ناوي إنه هيجاهد لله عز وجل، ولكن طمعا في الغنائم، أو زي اللي رايح الحج مثلا هو عايز يحج فعلا، ولكن في نية مع الحج إنه هو يتاجر، يجيب معه بضاعة ويتاجر. هو طبعا يجوز له أن يفعل ذلك ليفسد الحج بذلك يعني، أو اللي بيأجر نفسه في وقت الحج أو كان معه سيارة مثلا بيأجرها وبيحرم ويحج مع الناس، فهو مؤجر نفسه وسيارته في وقت الحج، فهو مأجور حج صحيح، لأن ابتغاء المنافع أو النيات المباحة تفسد النية الصالحة. فده غير نية الرياء، يعني هو خارج عشان الناس تقول ده فلان خارج للحج وفلان رجع من الحج. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعل الجهاد أجر على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، يعني هو خرج الجهاد ولكن ما فيش بأس أنه يدوه مال ينال من الغنيمة، كأنه خرج لدينه وأن أعطي شيئا أخذه. وقال: إن كان أصل العمل لله ثم طر عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. أنه هو أصل العمل لله ولكن طر عليه نية الرياء وهو في العمل، يقول: ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، يعني بين العلماء. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجاز على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكى الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو يروى عن الحسن وغيره. وفي هذا جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فنقول إن المؤمن يعمل لله عز وجل ولكن يحبه الناس أو يثني عليه الناس، فهذا من عاجل بشرى بشرى المؤمن. وإذا أراد العبد بعمله الدنيا، فقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد سئل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية، فقال: ما ملخصه؟ ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم. ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك، يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله تعالى كله، لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، لأن العمل يجر عليه الإنسان لابد أن يكون إيمانا واحتسابا، يعني كما قال ابن القيم أن التقوى هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس عنده احتساب، فهو بيتصدق عشان أولاده مثلا ربنا يحفظهم، أو واحد مثلا عمل مشروع وفي افتتاح المشروع
ذبح بقرة وزعها الفقراء، ظاهر العمل أنه عمل صالح وزعها الفقراء، ولكن نيته أن المشروع ينجح وأنه يدخل له دخل كويس، وأن ما فيش نية في الآخرة، فما فيش احتساب، فهذا ينال في الدنيا. ولكن ودول المقصودين بهذه الآية الكريمة، كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثاني يقوله أكبر من الأول وأخوف، والذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. لو ذكرنا عليه الرياء الأكبر أو النفاق الأكبر، أن اللي هو بيعمل العمل رياء الناس، أي بنى مسجد عشان يرشح نفسه لمجلس النواب مثلا، أو أنه عايز يبقى إيه مشهور، أو عايز ينسب له المسجد ويكتب عليه أن بناه فلان، فهو ممكن تلاقيه ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيحج ولا بيفعل شيء من الطاعات، ولكن هو أراد أنه يعمل حاجة إيه يعني من أجل الإين، يعني كسائر النفقات التي ينفقها. يعني النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال أو يهاج لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياسته، إن أبوه كان ناظر أو قيم على مدرسة مثلا شرعية وهو بيتعلم عشان يمسك مكان أبوه، لأن أبوه كان بياخد راتب أو وقف مثلا بيدر عليهم دخل، فهو ليس له همة وليس رغبة في الآخرة، ولكن هو عايز المنصب وعايز الراتب اللي بيجيله أو الخير اللي بيجيله من هذه المدرسة، أو يعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. كان بيحكوا الأخوة في بعض البلاد العربية في الإمارات، إن الإمارات أو قطر في قطر تقريبا، إن كان يروحوا ناس يصلوا بالناس في التراويح في رمضان، فيجي يوم الأجازة ويبقوا حاطين علب السجاير في جيبهم، ويوم الجمعة ما يخشش المسجد. ليه؟ لأنه الجمعة أجازة عنده يعني. فنقول إن هو ده بيعمل عمل من أجل الدنيا، ليس من أجل الإيه؟ من أجل الآخرة. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. إنه ممكن يعمل عمل هو في هذا العمل مخلص، صدق بصدق بر والديه، بعض النصارى بيتصدقوا في بناء المساجد، فطبعا هو يمنعهم من الانتفاع به في الآخرة عدم إيمانه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو لا ينتفع في الآخرة، ولكن ينتفع في الدنيا. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عمل في الدنيا وينال في الدنيا، لأن يشترط في الآخرة الإيمان ويشترط أيضا الاحتساب. ثم قال رحمه الله: بقى أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا خاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد أجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها. يعني في ناس بتطلع مثلا بأجرة، واحد معضوب مثلا لا يستطيع الحج، مريض مرض يعني كبير في السن يرجى برؤه، فممكن هو يستطيع أن يحج بماله، فممكن واحد يحج مكانه، وطبعا هو بيحج الآخر في التانية الثواب، ولكن هل هو أيضا ينال أجرا؟ إن كان في نية أيضا الحج ينال أجرا بإذن الله تعالى. فيقول هو للغالب عليه، يعني إذا كان غالب عليه أمر الأخير، وعن هذا الرجل يقولون بيصلي ويزكي ويصوم ويحج ابتغاء ثواب الآخرة، لو طلب منه عمل لأجل الدنيا هياخد راتب، هياخد مبلغ معين على الحج مثلا، فإن كان عنده أيضا نية الآخرة يأخذ يعني ثوابا، وإن كان نية الدنيا فحسب، يبقى هو واخده في الدنيا مقابل هذا الحج. بنقف عند فصل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناح التوحيد وسده كل رائع الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.